قبل ما نهضر على المقابله بغيت نحيي الوليدات اليوم هاد الرجال على هاد الروندمون ديالهم اليوم لان كانوا في المستوى الكبير استوعبوا دوك التعليمات اللي قدمنا لهم. كتعرفوا الجروب كان في واحد الوضعيه ماشي هذيك ذهنيا حاولنا باش نرجعوا ديك الثقه للوليدات كما كيعرفوا الجميع فهم صغار في السن دازوا واحد مرحله فراغ ماشي مشكل ولكن حاولنا باش نسيوهم هذيك الفتره دينا صفحه جديده الحمد لله اليوم لعبنا بالامكانيات ديالنا كما كنقولوا لان كنلعبوا مع فريق كبير مع مدرب كما نقولوا تمريس حاولنا باش نلعبوا على الامكانيات ديالنا الوليدات طبقوا المسائل التقنيه والتكتيكيه كلها. كنظن ان اليوم هذه انتصار اولا كنهدي للجمهور ديال مدينه المحمديه والسكان ديال المحمديه لان هذا الانتصار هذا يفتح لنا بزاف الافاق نطلبوا من هاد الناس يجيو ويشجعوا هاد الوليدات نرجعوا داك الامبيونس ديال ملعب البشير وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. كوتش فيليستاسيون. اخويا حمزه نقول لك الثقه ملي كتعطي الامجان واحد الثقه على كونفيونس وكيكون هو واجد انا كان هاد الوليدات كنعرفو مزيان منضبطين كيتمرنوا يعني كيعيشوا واحد العيشه مزيانه لان كندير السويفي انا للوليدات الصغار لان انا ولد المحمديه قرابي ليا لان المحمديه بيبينيير من شحال هادي يعني خص هاد الوليدات من المحمديه هذا كنظن حنا عندنا اللي كيدخل هاد المرحله اللي غيدخل خصو يقضي كنظن بان ما ننساش ملهمي الدور الكبير اللي كيلعب ولكن عنده فراكتور في لوني هذاك الشيء ما قدرناش يعني نغامروا باللاعب اخص حنا محتاجين ليه كنظن بان هادي بادره كتحسب لهاد الشبان لان بدنا بزاف ديال المراكز كنظن الكل دار الخدمه ديالو كما يرام ونتمنى باش يكون هذا اليوم ان شاء الله هي البدايه لهاد الوليدات ان شاء الله بهذا الانتصار اللي غادي يساعدنا في الترتيب كما عرف الجميع المقابلات الجوج اللي دازوا فحنا كنا قاب قوسين باش نجيبوا انتصار ولا نقطه ولكن الحمد لله ما هبطناش يدينا الوليدات ما هبطوش يديهم كانوا عازمين كانوا رجال بمعنى الكلمه كانوا وتقاتلوا كنظن من الكبير الصغير اللي ما لعبش ستاف حتى هو ديال معايا ستاف ميديكال ديال لوجيستيك كلهم تقبلوا هاد الوليدات كيعاونوهم ان شاء الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل. شكرا. كما كان اي ديفيت ولا اي نتيجه اللي ما كتكونش لصالح الفريق كناخذوها حنا كتجربه كنحاول نصلحوا هاد الوليدات يعني ما كنضغطوش عليهم ما كنرجعوش الاخطاء بالعكس كنصلحوا الاخطاء لان الوليدات كانوا في واحد من الجانب الذهني فكانوا صعيب علينا باش نرجعوهم ولكن الحمد لله هما متقبلين الوضع كنظن بان قالوا الكلمه ديالهم بالاخص بانهم كيحبوا هذا الفريق وكنظن بانهم حتى عندهم ليماج ديالهم ديال العائلات ديالهم ديال الناس المحمديه بغاو هذا الفريق باش ما ينزلش القسم الوطني الثاني لانه فريق عريق عنده امجاد عنده لاعبين قدماء اللي في المستوى الكبير عنده الناس اللي اول كاس اول كره ذهبيه السي احمد فراس كنظن بان احنا عندنا تاريخ خصنا نحافظوا عليه والوليدات ديالها هما اللي غادي يهزوا الفريق ديال شباب المحمديه.